يسأل أبو هاجر عن منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة بغض النظر عن المصطلحات، سواء سمي السلفية أو سمي أهل السنة والجماعة أو غيرها، على الإنسان أن يتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند والسنن من حديث عرباض بن سارية، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن يمينه شمال وعن يمينه وشماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم. وهذه سبل، يعني البدع والمحدثات التي تطرأ على الناس، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن مجاهد بن جبر قال: السبل يعني البدع والشبهات، البدع والشبهات تطرأ على الناس ولو كانت يسيرة، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. إذا عليك أن تعتقد ما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. أهل السنة والجماعة لا يوجد لديهم عقائد مولدة أو عقائد حادثة، وإنما هو يرجعون كل العقائد للكتاب والسنة، لا يأخذون بالقياس، ولا يأخذون مثلا بقياس ما يتعلق بمسائل العبادة، ولا يأخذون أيضا بالقياس النظري باعتبار ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يتعلقون أيضا بأوهام في يتعلق بالأولياء والصالحين وغير ذلك، فيغلون في أحد، فيجعلون النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلته العلية التي وضع الله عز وجل له، وهي العبودية، مقام العبودية هو مقام الرسالة. مقام الرسالة انقطع بعد ذلك وبقي الوحي لدينا، والوحي لدينا هو الذي جعله الله عز وجل بين أيدينا من كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نتعبد ما فيه. لهذا الواجب إذا وقف الإنسان على دليل صح العمل به عن الصحابة فاتبع في ذلك، فإنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول: تطلب العقائد من السنة، من الكتاب والسنة وما صح، لا تؤخذ العقائد من قول فلان وفلان. شراح السنة من الأئمة عليهم رحمة الله، سواء كانوا من التابعين ومن جاء بعد ذلك من الأئمة، سواء كان الأئمة الأربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وكذلك أيضا أئمة الإسلام ممن بعد ذلك من أهل السنة والجماعة، هؤلاء إنما هم شراح للسنة، يبينونها باللغة التي يفهمها القوم. لما جاءت بعض العقائد المبتدعة التي دخلت في الإسلام، احتاج العلماء أن يؤلفوا في هذا لإخراجها، ولهذا الشريعة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر، أمر بمعروف حتى لا يخرج من داخل الإسلام شيء، ونهي عن المنكر حتى لا يدخل من خارجه شيء إليه، فيقام بالحياطة الإسلام بهذا السياج. لماذا تتسع الكتب عند المتأخرين وهي عند الأوائل شيء يسير؟ نقول: لو سلمت السنة من البدع وأهل البدع الذين يدخلون فيها، ما احتجنا إلى شيء، ما احتجنا إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة. ولكن لما كانت النوازل تتعدد بالحوادث، وذلك ما يتعلق مثلا بأمور بعض المسائل في أمور العقائد وغير ذلك، من ما يتعلق أيضا بالبدع، تأتي طوائف إلينا ثم تفعل أفعال نأتي إلى ردها، ثم نولد بعد ذلك كتابا كبيرا في مسألة مولدة هي أصلا ليست من الإسلام. لهذا كثرة الكتب عند أهل السنة وكثرة الكتب عند أئمة السلف الصالح في هذا الباب وإخراجا لهذه البدع. لهذا عليك أن تحترز وتتبع دليل. السنة في ذلك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاجتماع والاجتماع على السنة، أهل السنة والجماعة، هذا المراد بهذا. لهذا علينا أن نحذر من البدع. إذا اجتنبنا البدع المحدثات التي يقول بها الرجال ولو كانوا أصفية وأئمة كبار، فعلينا أن نحذر من قول ليس عليه أثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد روى المضاح في كتاب البدع والنهي عنها وغيره كذلك من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل في مسجد في الكوفة ورأى أقواما جلوسا وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم: سبحوا 100، فيرمون بالحصى ويسبحون 100. وقف عليهم عبد الله بن مسعود فقال: عدوا سيئاتكم. قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لا ينقص من حسناتكم شيئا. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم مريد للخير لم يجد، ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، وأنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني أن الإنسان إذا دخل في الأقيسة بدلا من أن يسبح بيديه سيدخل في أمور الحصى، سيدخل في أمور التمتمة، قلب التسبيح إلى هو تيام بعقائد باطلة، أن يأتي صحابي جعل منزلته من الصديقية والولاية، جعله في موقع الألوهية، ثمت تبديل وتغيير الأماكن عن نصابها، هذا بالأمور التوهم أو ربما بظنون يظنها الإنسان عاطفيا. العاطفة الدينية في ذات الإنسان لا تغير العقيدة، قد تحب الإنسان وتولع به لكن لا تجعله فوق منزلته. لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم،
وإنما أنا عبد الله ورسوله. إذا كان النبي في مثل هذا المنزل فكيف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، أئمة الصحابة كالحسن والحسين، وكذلك أئمة التابعين ممن جاء بعد ذلك من السلف، من السلف الصالح، منزلتهم يحفظ قدرهم في ذلك، تحفظ آراؤهم، لا يعنف عليهم، لكن الاتباع في ذلك إنما هو للدليل من الكتاب والسنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.